بداية، وفي تطورات استدعاء الدكتور سمير جعجع إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للاستماع إلى إفادته في أحداث الطيونة، فقد تقدم وكلاء جعجع بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. للحديث عن هذا الموضوع نتصل مباشرة برئيس جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية المحامي شرب العيد لاستيضاح الموقف القواتي. إذن السؤال المطروح، أهلا بك أولا. مساء الخير. مساء الخير. السؤال المطروح بقوة اليوم، هل سيمثل الدكتور سمير جعجع غدا أمام القضاء أم لا؟ لن يمثل الدكتور جعجع لا غدا ولا بعد غد إن لم يتم تصويب كل المسار القضائي الملتوي، والذي هو ليس مسار قضائي بل مسار استهداف سياسي تطويعي لن نخضع له مهما كلف الأمر. ما حدث في عين الرماني في 14 تشرين هو غزوة لعين الرماني، ليست غزوة للطيوني. هنالك من هدد، من حرض، من حضر، من توعد، من أتى بمسلحين واقتحموا الشوارع الآمنة وأطلقوا الرصاص وأسقطوا جرحى وحطموا ممتلكات وحطموا بنايات. إن أي تحقيق يجب أن يبدأ باستدعاء الضحية، يجب أن يبدأ باستدعاء الجلاد وليس باستدعاء الضحية. ما إن لم يبدأ أي تحقيق باستدعاء أمين عام حزب الله وكافة القيادات المعنية في حزب الله وفي حركة أمل، لن يمثل الدكتور جعجع. يعني ربما تطلبون المستحيل استاذ شربل، ولكن في حال عدم المثول، ماذا لو أصدر القاضي مذكرة توقيف غيابية بحق الدكتور جعجع؟ زمن الاستكبار، ولا ما من أحد فوق القانون، فليتواضع حزب الله وليدرك جيدا أن زمن إخضاعه اللبنانيين بالقوة هو زمن، ولا هو مواطن لبناني مثله مثل كل اللبنانيين. هو لديه وزير تحدث بالحكومة في 13 تشرين قبل يومين من غزوة عين الرماني بأن وطلب بإقالة القاضي بيطار، وألا الويل والثبور وعظائم الأمور. هم من وزعوا تسجيلات صوتية على مناصريهم وعلى قياديهم، طلبوا منهم التحضر جيدا وعدم مغادرة بيروت لأن لديهم يوم عمل شاق واضطرابات في بيروت. هو مواطن لبناني أسوة بالجميع. طيب بس سيد شربل، أنت تقول بأن الدكتور جعجع لن يمثل، ماذا لو أصدر القاضي مذكرة توقيف غيابية بحقه؟ لكل حادث حديث، ومهما فعلوا لن نمثل. طيب ماذا لو رفض القاضي عقيقي مراجعة وكلاء جعجع بأن التبليغ غير قانوني؟ أن الملف لم يعد ولن يبقى في يد القاضي عقيقي، هو مفوض حكومة، هو سيدعي على من يريد الادعاء عليه أمام محكمة أخرى، والعمل القضائي يصبح أمام محكمة أخرى ليس أمام القاضي عقيقي. وأول من يجب أن يتنحى في هذا الملف هو القاضي عقيقي أساسا، لأن إذا كان هنالك من ارتياب وإذا كان هناك من ريبة فهو الحالة النموذجية لذاك الارتياب ولتلك الريبة. هو متزوج من ابنة شقيقة الرئيس بري في وينظر بملف طرفيه كما هو يقول، هو القوات اللبنانية وأمل وحزب الله من جهة أخرى، فيما الحقيقة هي المواجهة هي ما بين حزب الله وحركة أمل وأهالي عين الرماني وخلفهم كل اللبنانيين السياديين الأحرار الذين ضاقوا ذرعا من حزب الله الذي دأب على تخيير اللبنانيين بأنه يريد دائما أن يفعل له أن يقول لهم التالي: افعلوا لي ماذا أريد وإلا الاضطراب. هكذا فعل في 7 أيار 2008، هكذا فعل في 23 كانون 2007، وهكذا أراد أن يفعل ميني 7 أيار في عين الرماني لكي يتمكن من افتعال بعض الاضطرابات الخفيفة بالنسبة إليه وأن تؤدي إلى تطهير القاضي بيطار. إنما حسابات الحقل أو حسابات الحصاد لم تتلائم مع حسابات البيدر. رئيس جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية المحامي شرب العيد، شكرا لك.